طب انا عايزه اعرف اكتر ايه الحاجات اللي احنا لو احنا اشخاص مش دارسين علم طاقه نقدر ناخد بالنا منها علشان نحسن طاقتنا؟ بصي، هو انا دايما مع ان الانسان لازم يبقى له مي تايم، يعني ساعه في اليوم. الساعه دي على حسب ما هو بيحب. يعني انا عن نفسي مثلا تقعدي مع نفسك تصلي، تقولي اذكارك، تقري حاجه بتحبيها. في كل واحد وعلى حسب. في ناس لما بتتمشى في بره بتحس ان هي بتشحن طاقه، في ناس بتشحن طاقه في الجيم، على حسب كل واحد. وعلى في ناس لما بتعمل تامل بتحس ان هي افضل حاجه، مش على حسب كل واحد وعلى حسب هو بيرتاح في ايه. هي الفكره بس انت بترتاحي في انهي حاجه بس. طب ما يخلينا نتكلم بقى عن موضوع مهم وهو حب الذات. الفكرة ان في ناس شايفة ان حب الذات ده نوع من الأنانية. هل ده بيساعدني في طاقتي حب الذات؟ بصي، هو حب الذات ده رحلة جميلة جدا ممتعة، يعني بتحس ان انت في اللحظة دي بتتواصلي مع روحك بس. يعني لها حاجات كتير وطرق كتير جدا جدا. انت ازاي تحبي نفسك؟ زي بالظبط ما تكوني مثلا في حد دخل حياتك وانت بتحبيه، هو ده بالظبط. هتعملي ايه عشان خاطر الانسان ده يبقى مبسوط؟ مثلا يعني، فهتلاقي نفسك مثلا بتجيبي له هديه، تتعرفي عليه، عايزين تقعدوا مع بعض فتره طويله، بتشوفي ايه الحاجات اللي هو محتاجها عشان تعمليها. هو ده بالظبط المفروض الانسان يعمله مع نفسه، ان هو يتواصل مع نفسه. طب ايه الفرق ما بينه وما بين الانانيه؟ لا، الانانيه ده بيبقى يعني الانسان الاناني ده دايما بتبقى طاقته سلبيه. فمش بيحب نفسه. يعني مثلا الانسان الاناني ده بيبقى مثلا يعني الانسان اللي بيحب نفسه، انا شايف مثلا انا بحب الخير لنفسي ولغيري. الاناني ده لا، هو عايز كل حاجه تبقى بتاعته هو بس، مش بتاعت حد تاني. طيب عايزه اسالك ايه العلامات اللي اعرف منها ان الشخص ده بيحب نفسه وطاقته ماشيه في الاتجاه السليم؟ بصي، اولا بتلاقيه متصالح مع نفسه جدا، عامل حدود صحيه مع الناس، بيعرف يقول لا، بيعرف دايما اللي هو في مكان مش مرتاح فيه بيعرف يقوم منه ومش ما يكملش، لو في شغل لو في علاقه. كل الحاجات دي بتقول ان الانسان ده بيحب نفسه. طب وده هيرجع علينا بايه بقى في شغلنا، في حياتنا، في طاقتنا، في علاقاتنا مع الناس؟ وانت لما بتحبي نفسك صح ما بتسمحيش لاي حد ان هو يخترق حدودك. يعني مثلا انت دلوقتي في علاقه مش حباها، فانت الحد ده اذيكي قوي، فانت دلوقتي لما تحبي نفسك هتطلعي من العلاقه دي بكل سهوله. هي دي يعني، هو بس زي انت ازاي تفهمي نفسك، ازاي تفهمي انت بتحبي ايه وما تحبيش ايه بس. عايزه اعرف عن مفهوم الامتنان اكتر بقى، مفهوم دلوقتي بنسمعه كتير. بصي، هي طاقه الامتنان دي من اروع الطاقات اللي دايما بتحس ان انت مشحونه، ودايما بتحس ان انت مشاعرك ايجابيه، وتحس ان انت كده يعني عارفه دايما مبسوطه. كل ما تشوفي الحلو اللي جواكي، كل ما تشوفي الحلو اللي في الناس، وكل ما تشكري ربنا على كل حاجه صغيره حواليكي، فبتحسي في اللحظه دي ان انت مشاعرك ايجابيه. طب ما يعني طاقه الامتنان دي هتفيدني بايه؟ بصي، خلينا نتفق ان طول ما انت بتشكري ربنا على كل حاجه حلوه في حياتك الحاجه دي هتزيد. يعني لو صحيتي الصبح من النوم شكرت ربنا على الحمد لله ان انا موجوده، الحمد لله ان انا بصحتي، الحمد لله ان انا بخير ولادي بخير، فكل الحاجات دي بتزيد. فطاقه الامتنان دي احنا محتاجينها. يعني انا عن نفسي بشكر ربنا على كل حاجه موجوده وكل حاجه مش موجوده. يعني انا لو انا عاوزه حاجه مثلا بشكر ربنا على الحاجه دي، وفعلا سبحان الله الحاجه دي فعلا بتيجي. يعني احنا مش بس بنشكر ربنا على النعم اللي موجوده في حياتنا بس، احنا بنشكر ربنا على النعم اللي احنا عاوزينها.